مساء الورد. النهارده هنعمل كنافة بالمانجا. أول خطوة بنشوف الكنافة بتاعتنا. طبعا أنا هعمل الكنافة بالمانجا دي تعتبر يعني شوية ضعيفة، لأن أنا محمرة الكنافة بدون سمنة خالص. نكسرها، أحطها بالفريزر شوية، بعدين أطلعها أكسرها كده شوية بإيدي وادخلها الفرن تتحمص. والافضل تخلي كلها اللون ده. بعدين نطلعها ونضيف عليها عسل. ده نفرد شوية، العسل بتاعها تقيل مش خفيف، حوالي فولة كاملة او معلقتين زي دي. تقلبي الكنافة كويس جدا. انا طبعا بقول دايت عشان بس استغنيت عن السمنة او الزيت اللي حمرت فيه، لكن هي بصراحة ملهاش علاقة بالدايت ابدا. بس بقى نقلبيها بس شوية كده، هي بعدين هتظبط نفسها. العسل بتاعها طبعا لازم يكون تقيل، ميكونش خفيف. Bye.